فالمباراة اليوم كنا عارفين بأنها غتكون صعبة مع فريق شبتادلة، فريق اللي يلاه نزل من القسم الوطني الثاني، عنده مجموعة ديال اللاعبين المجربين. حاولنا نكونوا الند للند لفريق شبتادلة، سجلنا في الشوط الأول هدف اللي عطانا واحد الشحنة معنوية، ولكن الشوط الثاني بعد ما الفريق شبتادلة سجل هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء، وقحم مجموعة ديال اللاعبين اللي هما عندهم طراوة بدنية وعندهم كذلك حنكة كإمعيش كأيت عزة كاليوسفي، لاعبين اللي جاوا مجموعة ديال الفرق الوطنية، كنظن بأن أقل فرص سجلوا أهداف. على العكس من ذلك، حنا عندنا لاعبين شبان، ضيعنا مجموعة ديال الفرص. الشوط الثاني الكرة ارتطمت بالعارضة، مجموعة ديال الفرص اللي ضاعيها، كنظن أربعة أهداف لهدفين، فهي نتيجة شوية غضاء باش نمروا للدور الموالي، ولكن غادي نمشيو لتادلة باش ندافعوا على الحظوظ ديالنا. وهادو مباراتين اللي هما إعداديتين بالنسبة للدوري اللي غادي يكون عندنا جد شاق بالنسبة للجروب ناسيونال، وهذا مباراتين عطيونا واحد الدرس وعطينا واحد الاحتكاك مع فريق من الفريق اللي ماشي بالسهل، اللي كنظن بان نستافدوا منه باش نحاولوا نصحوا مجموعه ديال الاخطاء اللي ارتكبنا في هذه المباراه بالنسبه للبطوله ديالنا ان شاء الله.